ومتابعينا بصباحنا لليوم، واكيد حكينا عن الاخويه السيدات وحكينا عن الكشاف، وهلا خلينا نحكي عن التعليم الديني بكنيسه الكيرلوس. خلينا نحكي عن دوره بتنشئه جيل جديد، بالاهتمام بالاطفال، بمتابعه امور الاطفال بايام السنه وخاصه بالعيد. دائما الطفل هو هدفنا الان لحتى يحتفل بشكل صح ولحتى الفرح يدخل لقلبه. بيسرنا نرحب بالمحامي فراس خياطة، نائب مسؤول مركز التربية الدينية. صباح الخير. صباح الخير. ينعاد عليكم فصح مجيد والمسيح قام حقا قام. نحن بالبداية كمركز تعليم ديني عنا جانبين، جانب تعليم ديني من اسمه وجانب تعليم تربوي بالإضافة لنشاطات اللي من أدمى للأولاد. نحن طبعا بنعتمد على هيكلية بالمركز قائمة من الأولاد صف من الحضانة، يعني من عمر الأربع سنين للبكالوريا. بعد البكالوريا اللي بحب ينضموا لأنه بيصيروا أخوة مشرفين على الأصغر، يعني هي فيك تقولي هي رسالة بتتبع من واحد وهو صغير ليصير كبير ليتابع الرسالة مع أخواته الباقيين. خلينا نحكي مع حضرتك نقطة كتير مهمة، أهمية اليوم التعليم الديني لبناء شخصية الطفل ليكون فعليا فينا نقول عضو فاعل بالمجتمع. لما نقول عضو فاعل بالمجتمع يعني هي كلمة كتير كبيرة، بس أساسا نبلش مع الأطفال بسن صغير اليوم، فالتعليم الديني له أثر كتير كبير على شخصيته وبناء شخصيته. نحن منطلقين من ما بيقول من السيد المسيح أنه دعوا الأطفال يأتون إلي، فنحن من عمر صغير من عمر الحضانة منبلش الولد نعلمه تعليم الإنجيل والكتاب المقدس وتعليم الرب يسوع المسيح. من هو صغير منعلمه إياها بطريقة مبسطة، لو هو كان مثلا حضانة أول تاني بالأخوة بيساعدوه بطرق ووسائل إيضاح بيخلوه من خلالها يتعرف على كلمة الرب ويتعرف على كلمة يسوع المسيح. حتى للكبار كمان كل مرحلة بمرحلتها منتابع معهم تعليم الإنجيل وتعليم يسوع المسيح. نعم. خلينا نحكي عن يمكن تفاصيل أي عمر يعني بتستقبلوا أو بينضموا لكم، كيف بتتابعوا حالات الأطفال يمكن اللي عندها شوي هيك زعزعة أو غير متوازنين بيكونوا نفسيا، وقت بيلجأوا لكم الأهل حتى تساعدوهم، يعني قديش كلمتكم بتكون مسموعة، قديش يعني بتبذلوا جهود لحتى تطلعوا طفل من حالة نفسية معينة؟ أكيد لحنا الإخوة المشرفين على الأطفال وحتى على كل الأعمار، نحن بنخضع لدورات تأهيل ضمن السنة، حتى بنطلب من اختصاصيين أو دكاترة نفسيين يكونوا متابعينا بقلب الفصل، والإخوة دائما بتتبع لهي الدورات، ومن خلالها بنحاول ناخذ هدول الحالات يلي بتجينا من خلال أطفال بنساعدها أو حتى شباب أو صبايا ممكن يمروا بحالات نفسية، ممكن يكون عندهم مشاكل بالبيت. كيف خلينا نحكي كيف؟ يعني أكيد ما رح نحكي ديتيلز، بس لأنه كيف يعني؟ تماماً. هلا بالمرحلة الأولى طبعاً اللي بتابعنا هو مسؤول مركز الأب ماركوس ديبي اللي هو بيكون على تواصل معنا بشكل دائم، ومن خلاله بنقدر نساعد، ومن خلال الاختصاصيين النفسيين نحن حتى عنا إخوة من اختصاصات مختلفة، يعني إن كانوا أطباء إن كانوا صيادلة إن كانوا كمان بيدرسوا نفس إن كان عدة اختصاصات هي كمان بتساعدنا بهذا الموضوع. والدورات اللي بتخضع لها الإخوة هي كمان بتساعد الأخ لتنميه روحيا وكمان لتنميه، يعني يساعد الطفل. يعني من فترة كان عنا لقاءات مع اختصاصية ساعدتنا خلال لقاءين ثلاثة لا نساعد على احتياجات الطفل وكيف بنقدر يعني نضبطه خلال قعدته مثلا باللقاء اللي نحن بنساويه. طبعا نحن لقاءاتنا أسبوعية، كل أسبوع بتكون لكل المراحل، هو نهار الجمعة يلي هو بيكون نهار عطلة ما بيكون عندهم الأولاد والشباب مدرسة فلا يقدروا يجوا ونكونوا معنا بالمركز. فينا نقول يمكن الأطفال اليوم يعني نحكي عن 10 سنوات الأخيرة عاشوا ظروف فينا نقول قاسية وصعبة مختلفة عن الظروف اللي عشناها، لهيك التربية فعليا الدينية إلى أثر كتير كبير لتقدر فعليا تأثر على الطفل على نفسيته. قديش مهم اليوم التربية الدينية بهي الظروف، والهدف الحقيقي للتعليم الديني للأطفال اليوم بظل هاي الظروف فينا نقول والعشر سنوات الأخيرة اللي مرت قاسية على الكبير لكن
ولكن الكبير نوعا ما بيعرف شو عم يصير، الصغار ما عندهم هذا الوعي والإدراك الكافي للي عم يصير حواليهم. أكيد للأسف يعني هي الشيء عم بيأثر على الكل، والأطفال هن المعنيين بالشكل الأساسي بهذا التأثير. فاليوم نحن يعني من خلال نشاطاتنا اللي بنقدمها، من خلال صلواتنا، يعني احنا بكل لقاء بيكون في لقاء جانب ديني اللي هو مثلا نص ساعه لثلاث ارباع الساعه جانب تربيه دينيه عن تعليم يسوع المسيح، بعدين بننتقل نعمل مثل زاويه صلاه بكل صف، يعني هي بتساعد شوي الصلاه لتريحه للطفل او للشاب او للصبي لتريحه ليقدر يكفي، ومن خلالها بعدين ممكن نعمل لهم نشاطات حتى يعني ممكن للاطفال نعمل لهم اشغال يدويه، ممكن نشاطات ترفيهيه وتعليميه. تمام، نشاطات كمان احنا عندنا نشاطات ترفيهيه بتساعد الطفل كمان ليتخطى هذا الظروف يلي هو فيها، من خلال كمان تراتيل ابونا ماركوس كمان ما بيقصر معنا بالتراتيل اللي بيعلمها، من خلال كمان بنعمل ساعات سجود لحنا اوقيت او رياضه روحيه فينا نسميها بهالفتره الاعياد كمان. الاخوه بتعمل لهم ساعات روحيه شوي بتخلي الواحد يهدى، يعني تدخل السلام والطمأنينة لقلبه. نعم، يعني نحن اليوم كتير بدنا نتشكرك وبدنا نتمنى لك ولكل يعني معكم بالأخوية إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. شكرا، يعطيكم الف عافيه، وفعلا بنتمنى لكم التوفيق لجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها، وفي رساله ومسؤوليه عليكم اليوم بتعليم الاطفال. شكرا كثير لك. شكرا، فصح مشي، ميرسي. شكرا لك.